السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد إخواني وأخواتي بالله، أحباب الله، موضوع هذه الحلقة عن رؤية تبين أن المهدي المنتظر هو من سيحصل على كنز الكعبة اللي بتقاتل عليها أبناء الخلافة الثلاثي، ولن يحصل عليها، ويوزع الكنز على المقربين والمسلمين صحاها، يعني بالعدل. أحباب الله، قال يا شيخ، أنا رأيت رؤية قبل 3 سنين، رأيت نفسي أدخل الكعبة وأستخرج من تحتها ذهب، وقمت بتوزيع الذهب على الناس في الصفوف الأولى، أرجو منك التفسير. الرؤية واضحة كوضوح الشمس في كبد السماء، داخل الكعبة ومن تحتها ذهب، اللي هو كنز الكعبة الخلافي، راح يأخذها المهدي عليه السلام، والذهب بدل على إيش؟ ثروات الأمة الإسلامية راح تكون بيد المهدي، راح يوزعها أول شيء على المقربين ثم على الناس بالعدل. والله أعلى وأعلم. اللهم اجعلنا الذين يستمعون القول فاتبعونا أحسنه. أستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.